السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الوحدة رقم 4 الخاصة بتلاميذ الأولى باكالوريا، وهي الوحدة التي سوف نربط بها كل من الوحدة رقم 3 والوحدة رقم 4 التي توجد من قبل في قناتي التعليمية. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. I'm so glad to meet you again and to see you again. Before we start, please like, share and subscribe. So this course, as I said, is intended to first year BAC students working with Ticket to English. Today we are going to move to unit number 4, part 1 of course, which is entitled Environment and Ecology. اليوم سوف نمر إلى الوحدة رقم 4 وعنوانها Environment, البيئة, وإيكولوجي كذلك البيئة. إيكولوجي معنى ديالتها هي كذلك البيئة. Okay, let's start now. The content. So, in this video, we are going to study reading, vocabulary, listening. But first, خلينا نبدأ starting up لكي نفس الصفحة 53. So, عندكم في الصفحة بطبيعة الحال الصورة هذه. بهذا الشكل starting up. Let's save the environment لننقد البيئة. وعندكم واحد جوج صور والسؤال الأول describe the pictures. إذا غنوصفوا الصور. Let's start with the first picture. إذا بغينا نوصفوها شنو غادي نقولوا؟ Well, that's a very bad picture. First, that's a very bad picture. Okay, صورة اللي هي سيئة اللي كتبين waste الأزبال garbage كذلك الأزبال مخلفات dump of old cars هذه مكان اللي كرميو فيه السيارات أو مقبرة ديال السيارات قدام trash الأزبال factory waste كذلك مخلفات ديال المعامل. Alright, now let's describe the second picture. In the second picture of course you can see here, so شنو ممكن نشوفو في الصورة الثانية؟ green space, trees, ponds, beautiful landscape and clean air. ممكن تشوفوا مناطق خضراء، أشجار، نخيل، مناظر رائعة و clean air بمعنى هواء نقي. Number two, what other words do you know that are synonyms with waste? إذا هذه الكلمة ديال waste اللي هي أزبال، شنو الكلمات أخرى اللي ممكن نقولوها؟ waste عندها كلمات أخرى اللي هي trash, rubbish، كذلك litter، تاهي litter تاهي عود مرادف ديال waste أو الأزبال أو المخلفات أو النفايات. So in what way and why does waste harm the environment؟ هنا بمعنى كيف يؤدي كيف تؤدي المخلفات ولا الأزبال كيف تضر بالبيئة. وهنا جبت لكم واحد الباراغراف اللي هي some waste will eventually rot. إذا كيفاش كتأثر الأزبال في البيئة؟ يعني some waste بعض الأزبال will eventually سوف تتعفن، بعض النفايات غادي تتعفن في نهاية المطاف eventually but not all، ماشي الأزبال كاملة. And in the process وفي هذه العملية it may smell، غادي تلقى روائح كريهة في عملية التحلل or generate methane gas أو لا غادي تولد واحد الغاز ديال الميثان. كتعرفوا لأن الأزبال كتولد غاز ديال الميثان. Okay, which is explosive for gas, who are explosive and contributes, you say him, to the greenhouse effect, you say him, في دائرة الاحتباس الحراري. Leachate, أو ما يسمى بالمادة المترشحة, أحد المواد produce as waste اللي كنتج بسبب مخلفات. Decomposes, as waste decomposes, تنتج خلال عملية التحلل ديال الأزبال, may cause pollution. إذا كتؤدي إلى التلوث. أوكي، و badly managed landfill sites. شنو معنى ديالها؟ معنى ديالها هي مواقع ديال دفن النفايات اللي هي مسيرة بطريقة خاطئة. هاد المواقع هذه مالها may attract vermin، ممكن أن تجلب الحشرات أو ممكن تؤدي لنا إلى ظهور الحشرات and cause litter وتسبب القمامة بطبيعة الحال بشكل كثير. فهذا هو اللي كيخلي النفايات waste تؤثر على البيئة. Next one. Reading now. Let's move to reading. أول شيء I'm doing reading. Waste every day, everywhere. أزبال في كل مكان. In pairs. Discuss the questions below. إذا غادي نحاولوا نناقشوا هذه الأسئلة اللي كاينة هنا. Who is responsible for making our cities dirty?
تكوني مسؤول في جعل المدن ديالنا متسخه. شوفوا factories معامل، cars سيارات، people alright. What are the best way to deal with waste؟ شنو هي افضل طريقه للتعامل مع الازبال؟ treat it معالجه الازبال، and recycle it واعاده تدوير الازبال او اعاده استعمالها. Choose the best option. The text is about. طبعا الجواب هنا how we can deal with waste. إذا شفنا التكست اللي عندنا في الصفحة 54، التكست كيتكلم على how we can deal with waste. كيفاش ممكن نتعاملوا مع الأزبال؟ كيتكلمناش على how waste affects environment. كيف تؤثر الأزبال في البيئة؟ أو how waste كيف ننتج هذه كيف ننتج الأزبال، وإنما كذلك فيه how we can deal، كيفاش ممكن نتعاملوا مع الأزبال. Alright, now let's move to the text. ندوزو التكست دابا. Now غتقراو التكست، ولكن في نفس الوقت غادي تسمعوا التكست وهو كيقرا. Waste or rubbish is what people throw away because they no longer need it or want it. Almost everything we do creates waste, and as a modern society, we are currently producing more waste than ever before. We do this at home and at work. The fact that we produce waste, and get rid of it, matters for the following reasons. By throwing away things we don't need, we contribute to the degradation of the environment. When something is thrown away, we fail to see it as a resource. It is well understood that what is waste to one person may not be viewed as waste by another. People are becoming more and more aware that garbage can be reused and not thrown away. When something is thrown away, we lose natural resources. The use of natural resources cannot go on indefinitely, we would run out of them, because not everything we dispose of is useless. The way in which we consume materials will affect whether we have a sustainable society that leaves resources available for future generations to use. As consumers and producers, we can do better things with our so-called waste than throw it away. We need to see waste as a resource. The best way of managing our waste is not to produce it in the first place. Then, we can think about reducing the amount of waste we produce. Then, there may be an option to reuse the material. The problem we have today is that most of our rubbish is thrown away. The challenge is to change our attitudes and our practices so that much more of our waste is dealt with by the other options. All right, a very good text. Text هو مهم، غني بواحد مجموعة المصطلحات اللي كنتمنى على أنكم تشرحوا هذه المصطلحات هذه، كذلك كنتمنى على أنكم تقراوا التكست وتفهموه وتحاولوا تفكروا في واحد المستقبل اللي هو مستقبل عنده آفاق، وهو كيفية التعامل مع المخلفات والأزبال اللي كننتجو يوميا، واللي هو إلا عرفتو كيفاش تمشيو في الميدان وتقراو وتخصصو كيفاش يتم إعادة تصنيع كل ما نخلفه من أزبال، راه هذا واحد مستقبل رائع رائع جدا، خصوصا وأن الدول الآن كتنتج أزبال أكثر من أنها كتعاود تستهلكها، إلا باستثناء ألمانيا اللي حاولت أنها لحد الآن تعيد استعمال تقريبا 80% ديال المخلفات ديالها. Anyway, let's move now to the questions. Read the text and again and decide whether these statements are true or false. Justify your answer. شوفوا الجمل هذه صحيحة أو خاطئة. When we throw away waste, يعني اللي كنرميو الأزبال, we gain other natural resources. بمعنى اللي كنرميو الأزبال كنربحو مصادر طبيعية أخرى. It's false. يعني في التكست شنو عندنا؟ عندنا when something is thrown away، ملي كنتسيب شي حاجه we fail، كنفشلو ما كنقدروش نشوفوها as a resource، كمصدر كنبداو غنسيبو ما كنشوفش ان هذاك الشيء اللي كنسيبو ممكن نعاودو نستعملوه ويولي مصدر طبيعي كذلك لمجموعه الحوايج. B so once we recycle waste، ملي كنعاودو استعمال الويست we provide future generation with more resources. Resources كنعطيو الأجيال القادمة كنوفرو لهم مصادر أخرى مصادر كبيرة. Yes, it's true. علاش؟ The way in which we consume materials will affect whether we have sustainable society that leaves resources available for future generation to use. كان هذه الجملة اللي كتبين لأن yes. Alright, next one.
True. The best way to economize energy is to minimize the amount of waste we reuse it and recuperate it. إذن هنا الجملة صحيحة لأن أفضل طريقة باش أننا نحافظ على الطاقة هي أننا نقصوا من استعمال المخلفات مقشرة من بزاف المخلفات ونستعملوا نعاودوا تدوير ديال المخلفات وكذلك نحاولوا نجمعوهم. Very good, yes. Let's move to number three. Read the whole text and take the correct answer. اختار الجواب صحيح. The purpose of the writer is to. هدف الكاتب. Purpose والهدف. Is to. Describe environment deterioration. بمعنى يصف تدهور البيئة. Deterioration. Describe the amount of waste thrown away. ووصف كمية الأزبال الملقات. Describe the effect of pollution on the environment. وصف تأثير التلوث على البيئة. Talk about recycling. يتكلم على إعادة التدوير and reusing waste وإعادة استعمال ديال النفايات. إذا الجواب صحيح هنا هو yes, talk about recycling and reusing waste. By recycling waste we can من خلال إعادة التدوير من المخلفات ولإعادة استعمالهم we can نستطيع lose our resources نفقدوا المصادر ديالنا protect our environment only نحافظ على بيئتنا فقط. Increase the amount of waste, نزيد في حجم المخلفات. Save energy and limit rubbish dumps, نحافظ على الطاقة ونقلص من مطارح النفايات. إذا الجواب صحيح هو الأخير. Nowadays, الآن حاليا, the majority of countries, مجموعة ديال أغلب الدول, recycle waste. Dispose of waste without caring about its danger, بمعنى تتخلص من الأزبال بدون أخذ بعين الاعتبار المخاطر دياله. Agree about reducing waste بمعنى تتفق حول نقص المخلفات and are negligent about waste يعني لا تهتم للنفايات أو الأزبال نهائيا. الجواب صحيح هو dispose of waste without caring about its danger. فالتكست كاين لأن الآن مجموعة ديال الدول تتخلص من النفايات بدون أخذ بعين الاعتبار المخاطر ديال النفايات. Alright, so follow up activity اللي عندكم في الصفحة 55 in pairs discuss the following questions. إذا مع بعضكم تحاولوا تناقشوا الأسئلة اللي عندنا تما. Is your neighborhood dirty? Yes, it is. If yes, who is responsible for that? People. Okay, suggest ways of making it clean. Cleaning campaign. Yes, cleaning campaign بمعنى حملات النظافة. Share your ideas with your peers. You can send your ideas to your friends. Peers من أصدقاء ديالك. Vocabulary now, which is in page 56. عندنا vocabulary. Complete the map below with words associated with waste. كلمات اللي عندها علاقة بالأزبال النفايات. غادي نشوفوهم هنايا. So the first one, pollution. Environment, البيئة. Degradation, تدهور البيئة. Poisonous, سام توكسيك تاهي سام. سيوج هو المياه العديمة أو المياه ديال المياه المستعملة. نيوكليير طاقة نووية. garbage من الأزبال كذلك. rubbish كذلك الأزبال. trash الأزبال. dispose of هي تتخلص من. disposal هو داكشي اللي كان نسيبه ونشوفه احنا عندنا هنايا. match the words with their definition. اوكي هنا نصلوا بسهم. نبداو degradation معنى ديالها causing to be less moral or less deserving. اذا هو شي حاجه اللي كتخليوها اقل اهميه اقل جماليه اكسترا. disposable بمعنى designed to be thrown away after use شي حاجه اللي هي مصنوعه لترمى باش تسيب. designed مصممه لكي ترمى بعد الاستعمال. Disposal بمعنى action of getting rid of something هي عملية التخلص من الأشياء. Expanding becoming or making larger هي تتوسع. Garbage هي waste مخلفات الأزبال. Give off send out smoke smell. Give off هي تطلق الغازات. Law a rule قانون made by authority especially government. Recycle بمعنى treat something already used تعالج شيء ما اللي مستعملة من قبل so that it can be used again لكي تستعمل مرة أخرى. Prosperity success wealth لا
prosperity هو النجاح، الرخاء، العيش، العيش الكريم. spoil بمعنى ruin the value of pleasure، هي كتوسخ، كتوسخ شي حاجة، ruin كتدمر شي حاجة. surveys general views or studies هي نظريات، دراسات، etc. toxic poisonous trash بمعنى rubbish، الأزبال. عندنا غير في هذه الأربعة ديال الكلمات اللي كتعني الأزبال، rubbish، trash، waste and garbage. fill in the blanks with the appropriate words from exercise number 2. اختاروا الكلمات معناها وشوفوا اللي غادي نعملوا ذاك الفراغات. in big cities cars and buses pollute the air as they give off smoke. yes، اذا كيلوثوا الجو because لانهم كيطلقوا غازات. D of the environment the degradation تدهور البيئة is due to بسبب the amount of garbage كمية ديال الأزبال and trash الأزبال كذلك النفايات thrown away by people thrown away بمعنى اللي مرمات by people and factories. As factories are expanding بما أن المعامل تتسع waste is produced more and more الأزبال يتم إنتاجهم أكثر. According to some surveys حسب بعض الدراسات carried out أنجزت by some environmentalists بمعنى من طرف بعض الاختصاصيين في البيئة pollution and man-made disasters التلوث وكذلك الكوارث التي يسببها الإنسان are an obstacle to a countries هما عائق لرخاء ديال المجتمع. Alright, now let's move to listening. So, the effect of pollution on human health. دابا غادي نشوفوا تأثير ديال pollution على الصحة ديال الإنسان. أول شيء, before you listen, answer these questions. جاوبوا على الأسئلة. How does pollution have an effect on the human body? كيفاش؟ كيف؟ How هي كيف؟ كومون؟ التلوث كيأثر على جسم ديال الإنسان. هنا غنشوفوا it causes many diseases. such as asthma. إذن it causes نسيه واحد S it causes نتكلموا على pollution causes many diseases مجموعة ديال الأمراض such as مثل asthma اللي هي ضيق التنفس. which type of pollution is more dangerous atmospheric terrestrial or marine pollution أي نوع أكثر خطورة واش التلوث الجوي atmospheric terrestrial أرضي or marine بحري tell why إذن Atmospheric is more dangerous because it affects the air we you breathe. Okay, can أثر على الجو اللي كنستنشقه إذن هي غتكون هي الأخطر. Read the introductory paragraph and fill in the chart. نقراو هاد الباراجراف الأولية اللي هي introductory ونعطيو المعلومات على الأشخاص اللي عندنا هنايا. إذن there are many factors that contribute. هناك العديد من العوامل factors. contribute to same to the quality of human health and to the well-being of citizens. The air is one of them. إذا الجو هو واحد العامل اللي كيأثر في صحة الإنسان. Breathing clean air means having a healthy body. إذا استنشاق هواء نقي يعني الحصول على جسم اللي هو صحي. Health diseases such as bronchitis. إذا أمراض اللي هي صحية مثل البرونكايتس الداء السل مثلا أمراض الرئة throat حنجرة and eye irritations وحساسية العيون heart problems أمراض القلب asthma and so on are mostly due هادو بشكل عام بسبب due to يعني بسبب the toxic air الجو السام people inhale يعني يستنشق الناس اللي يستنشقوا every second so it's urgent to think about it more seriously إذن مستعجل أمر طارئ أننا نفكر في المشكل بشكل جدي more seriously to shed light on this topic لإنارة أو لتسليط الضوء على هذا الموضوع you are going to listen to an interview الحوار between Sophia a young reporter on the English service of the Moroccan radio and Dr. Ben Youssef an expert متخصص في البيئة نسمعه في نفس الوقت نجاوبه على هذا السؤال هذا Unit 4 Environment
Good morning, Mr. Ben Youssef, and thank you for giving me the opportunity to talk with you about the effects of pollution on human health. Well, you don't need to thank, since pollution is a responsibility of all of us. So when our environment is polluted, the standards of living comes down. As an expert in ecology, can you tell me, Mr. Ben Youssef, how the different pollutants affect people? The effect of pollutants can go from discomfort to death. To measure them, there are tests which are made in a short or long term. The pollutant particles may have immediate effects causing irritation on the breathing system. Chronic bronchitis, nausea, and chronic headaches, and sometimes they even cause hospitalization. So, pollutants cause many diseases and affect different parts of the body. Surely, and they leave too many risky effects that people should be aware of. Now, could you tell me which age groups are more affected? Well, not everyone is affected by pollutants in the same way. A perfectly healthy person will only feel their effects after a long time. However, someone who is not healthy will have lower defense against these particles. As for children, old people, and pregnant women, they have greater probability of being affected by atmospheric pollution. One more question. Could you please explain these differences? Okay. These differences are easily explained. Someone who is not healthy doesn't have enough immunity to defend oneself from external aggressions. Children and old people, whose defenses are weaker, are immediately affected by pollution. For example, children who live in a urban polluted environment are more likely to suffer from morning and night cough than those who live in a rural one. Last question, Dr. Ben Youssef. What do you think should be done to fight this hazardous phenomenon? Well, everybody should act and everyone should be sensitized about the danger of poisoning the environment, from individuals to activist groups and from government to international associations and organizations. There should be a general agreement. Thank you, Dr. Ben Youssef. All right. Very good. So let's move now to the questions we have. First one, listen to part one and answer this question. What health diseases are mentioned in this part of the interview? So the answer, irritation of the breathing system, chronic bronchitis, nausea, and chronic headaches. Very good. Next one, listen again, complete the following statements. The effects of pollutants go from discomfort to death. تأثير ديال المواد الملوثة يمتد من عدم الراحة إلى الموت. The pollutant particles, مواد اللي هي ملوثة, may have immediate effects causing health problems. يعني معنى ممكن أن تكون تأثير سريع. Listen to part 2 and answer the questions and complete the two statements. They just معناها تكملوا. So which age group is likely to suffer dangerous health problems, so children, elderly people, pregnant women, نساء الحوامل. Someone who is not healthy doesn't have enough immunity to defend, مناعة, to defend himself, to defend himself from external aggressions. Aggressions بمعنى هجوم الخارجي. وهنا كنتكلم على هجوم خارجي بمعنى هجوم الميكروبات وهجوم ديال الأمراض. Children who live in a polluted urban environment, مكان يعني مكان environment يعني واحد المنطقة اللي هي مدنية, مدينة اللي هي ملوثة, are more likely to suffer, إذن هما أكثر قابلية باش يعانيو than those who live in rural one, بخلاف اللي كيعيشوا في المناطق اللي هي قروية. Listen again to the whole interview and take the correct answer. So part one is about what? So part one is about the influence of particles on the human body. Part 2 is about what? It's about the category of people who are likely to be attacked by pollutants. Okay, next one. Work in group and choose a topic from the following and prepare a short presentation to the class.
نطلب منكم انكم تختاروا واحد الموضوع من هذا اللي عندكم هنايا وتعملوا عليه واحد البحث بالنسبه للقسم ديالكم. نشرحه بسرعه. اي while inside the city, بينما انتم داخل المدينه, people shouldn't use cars, الناس ما خصهمش يستعملوا السيارات, so as not to poison, لكي لا poison, باش يسمو الهواء, by toxic smoke, they should use only bicycles and buses. B, you are told to participate in a local committee to sensitize, انت مطلوب منك انك تشارك في واحد الحمله تحسيسيه لتحسيس السكان about the importance, لاهميه of reducing waste, تقليص النفايات, and procedures, وتدابير to handle rubbish, التعامل مع الأزبال, as so as to minimize it, لكي نخفض منه. What would you tell them? شنو تقول لهم؟ And see, you have noticed that your city is a bit dirty. لاحظتي على أن المدينة ديالك شوية مسخة. Write a short report, كتب واحد التقرير, to the city council, للبلدية ولا الجماعة, urging them, كطلب منهم تدخل سريعا, to act. عملت لكم واحد على رقم واحد, using bicycles helps society in a number of ways. It's less wear and tear on the public roads. إذا استعمال البشكيطات ما كيأثرش على الطرق العمومية. Less pollution, أقل تلوث. Less traffic, أقل حركة المرور. And congestion, ما كاينش التكدس ديال السيارات. Allows more parking spots, باستعمال السيارات كيعطي واحد أماكن أخرى للوقف للتوقف, and is less noisy, وأقل ضجيج through the neighborhood. Alright, كنتمنى يكون عجبكم هاد الفيديو. Thank you very much for watching. This is the end of reading vocabulary and listening in unit number 4 entitled Ecology, Environment and Ecology. إن شاء الله غدا غادي ننزلكم تتمة ديال هاد اليونت اللي فيها grammar, function and writing. كنتمنى منكم على ان يكون عجبكم هذا الفيديو, شاركوا بزاف هذا الفيديو مع التلاميذ اللي كيعانيو مشاكل الفهم ديال الانجليزيه, وخصوصا التلاميذ اللي ما عندهمش امكانيات انهم يعملوا ساعات اضافيه وكيشعروا بالحرج, ساهموا معاهم, شاركوا معاهم هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نحاول ما امكن ان نكمل المقرر ديال الاولى بكالوريا الى غايه يونيت نمبر 10, مقرر ديال الثانيه بكالوريا الى غايه يونيت نمبر 10, وجدع مشترك الى غايه كذلك الوحده رقم 10, ومن بعد ان شاء الله غادي ندوز لتعليم التحدث باللغه الانجليزيه اللي غادي يكون فيه فقرات اللي هي خاصه. Thank you very much for being here. See you tomorrow ان شاء الله, and شكرا لكم. Thank you very much.